ايوه حضرتك بتسالي على حد؟ هي ورده مستكنه هنا؟ لا هنا اتفضلي. هي على الرقده دي من ساعه حسن مسافر. بتضربني يا حسن؟ ده انت الوحيد اللي كنت بتحوش عني. ما كنتش عايز ازعلك. انا بقول كده عشان بحبك وبخاف عليك. انا وورده ما ينفعش نكون مع بعض في نفس الوقت في حياتك. انت في قلبك مكان واحد بس، هيكون من نصيبي، هيكون من نصيب ورد. اقعد عن نفسك يا نادي. قوم قوم يا نادي، خشي فرحي ورد، قولي لها ان احنا هنتجوز. شوف في حاجه عرستها. يا ست تعبانه. طب عالجه. عالجه ازاي؟ ده عايز مضادات حيويه، اكيد ما فيش عندك هنا. مالوش لازمه كل اللي بتعمله ده يا حسن. انا كده كده ميت. كده كده ميت ايه؟ انت هتعيش يعني هتعيش. انا مش هينفع اسيبك تروح مني. ما تقلقش. مين قال لك كده؟ انا عايز اعيش. انا كل حاجه اتمنيتها في الدنيا ما عرفتش اعملها. اعيش ليه؟ واعيش لمين؟ حتى فضلك راحت مني. أنا كنت نفسي أشوفها قبل ما أموت وأقولها قد إيه أنا عشقتها. تعرف يا حسن، أنا لما عرفت إنها طارت فتحتها، أنا قلبي وجعني، أنا قلبي وجعني، كنت عايز أطلعه وأطبطب عليه. أكيد اللي خدته دي أحسن مني وهيعيشها أحسن مني. مش مفروض أفرح يا حسن؟ مش مفروض اللي بيحب حد يفرح له؟ أنت حسن كان عندك حق في كل الكلام اللي أنت قلته. أنا لو كنتش عشت جمال وجنب الحيط وخايف، ما كانش ده هيبقى حالي. كنت المفروض اعمل زي ما انت عملت، انتقم من كل اللي ظلمني وجه علي. يا عبد المعطي، انت عملت الصح. كفايه ان انت حافظت على روحك وخليتها نظيفه وسط عالم وسخ عايشين وسطي. كفايه ان انت عملت اللي انا ما عرفتش اعمله طول عمري. هتعيش هتعيش عبد المعطي، متقلقش. فاكر لما دخلت السجن اول مره وضربوني؟ مين اللي كان قاعد جنبي طول الليل بيعالجني؟ مش انت؟ ساعتها انا كمان كنت حاسس اني هموت، بس الله حكم، فضلت عايش. ما تخافش هتعيش. تعرف يا حسن، قال لي لو ربنا كتب لي عمر جديد، قال لي مش عايز اعيش فرخه تاني. مش هتعيش فرخه، هتعيش بقلبك الطيب والنضيف اللي زي الفل. بعدين يعني انت لو مت هتنطط بقى على مين؟ مين هيعمل لي شاي وقهوه وكل هدوم؟ ها؟ مين؟ هتعيش عبد المعطي. سيبك من الكلام ده يا حسن. الدنيا لسه حلوه. انت لازم ترجع لورد. هي محتاجه لك دلوقتي اكتر من اي وقت في الدنيا. ارجع لها يا حسن. روح نفسك عبد المعطي، سيب على الله زي ما تيجي تيجي. روح انت بس نفسك، ما تتكلمش كتير. عبد المعطي عبد المعطي، رد عليه. عبد المعطي عبد المعطي، للأسف للشوك رجعت لها تاني. يعني ايه؟ الصدمة رجعت.
يعني هتموت ولا ايه؟ لا 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 ان شاء الله خير، هو الريزم في معدله الطبيعي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ايه يا خال، نجي لها مستشفى تاني ولا ايه؟ صدقني مش تفرق كتير، الحل الوحيد نستنى ونشوف هيحصل ايه. خش يا عزوز، خش شوفها. لا حول ولا قوه الا بالله. ولد ردي عليا يا دنايا، انا امك يا ورد، ردي عليا. اوعي تسيبيني يا ورد. ماما صحيح يا ماما ان شاء الله. سيبيني وتروحي فين يا بنتي؟ انا ورد. هوني على نفسك يا حاج، هوني على نفسك. تعالي انت هتروح مني يا عزوز. تعالي يا حاج خير ان شاء الله خير. انت هتروح مني حبيبتي يا بنتي، حبيبتي يا بنتي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. ما فيش اخبار انا عليها يا دكتور؟ بكلمه كتير قافل تليفون، جنني. انا مش عارف هو راح فين، مستغرب انه مصدق اللي بيعمله. شوف يا دكتور، تاخذنيش يعني، دكاتره اللي زي حضرتك كده اللي بيحسبوها بالورقه والقلم ما يقدروش يفهموا اللي بيعملوا عليه. يمكن تشوفوا اعراض تحددوا عليها المرض، تكتبوا له علاج انتوا عارفينه. نما ورد وعلي. الحكايه راحت بيهم في حته تانيه خالص. الحكايه بالنسبه لهم لحظه، لحظه حب صغير قوي عاشت فيها ورد الحياه كلها. بعديها لحظه فراق، فرملت حياتها قدام عينيها. اللحظة دي حسها علي، صدقها ما صدقها. اتأكد ان وردة محتاجة لحظة كمان عشان ترجع لنا. عمل اللي غيره ما قدرش يعمله. حاول نجيب اللحظة دي حتى لو هيضيع فيها سنين من عمره. لحظة ربو حسن لورد. مؤاخذة دكتور، زمانك بتقول الراجل اللي اسمه جمعة ده كبر مغرف. عندك حق، للأسف هي دي الحقيقة يا دكتور. أنا عايز أمشي أرجع المحطة، يمكن يكون في قطر جاي ولا حاجة. هو منين؟ من هنا صح؟ حسن، حد شافكم انتوا جايين؟ لا لا لا، فين فين؟ اقعد انا اشوف. ساعدني
مالك عليا يا زكي؟ الحمد لله. لازم تعالجه، مش تتحرك دماغي لما يخف. ان شاء الله يكون. زكي روح بص على الباب، طمن مفيش حد كان قاطركم. امانا مورس. امان ايه؟ ده انتوا خاطفيني. ويمكن البوليس يعدي في اي لحظة. مش عايز اسمع صوتك. اشتغلوا انت ساكت. ما تخافش. باين عليك. غالي عليك قوي. أبو معطي زي أخويا. كان ممكن تسيبه ما تخطرش. كان ممكن أي حد يقتلنا أو أنا أعمل أي حاجة. خططك كلها تبوظ. برضه ما كانش ينفع أسيبه. كان ينفع تسيب برضه تموت ها؟ يا أخي أنا مش فاهم الجدعنة اللي عندك دي. الجدعنة اللي مش خليك تسيب صاحبك ومخليك تسيب واحدة عايشة عشانك. مش فاهم. خليك في حالك. وأنت جاي عليك بإيه؟ افرض يا اخي ان انا كنت جيت معاك، كنت رجعت الورد، هتبقى مبسوط؟ هتبقى فرحان لما تشوفها تقوم وتعيش معايا؟ ده هيرضيك؟ انت عايز تفهمني ان انت قديس نبي يعني؟ لا يا حبيبي، اصحى وفوق. انت واحد زيك زينا بالظبط، عايش على ارض ما فيهاش حد لا نضيف ولا طاهر. ده في شرفة يا حسن وكتار منهم ورد. لو ورد اخر واحده نضيفه على الارض يبقى ما تستحقش تعيش معايا. ما ينفعش تعيش مع واحد قتل قتله. انا قتل قتله ولسه هقتل تاني على فكره كمان. ما ينفعش افضل طول عمري موسخ ايديها بالدم. انت فاهم ولا لا؟ زكي زكي يا نورس خدوا جوه. نازل تعمل فيها بطل واديك متكتف وعاجز. اكيد مش عاوز ورد تشوفك في المنظر ده، ضعفك وفشلك. كان هيحصل ايه يعني؟ كان هيحصل ايه يعني لو فضلت جنبها وحاولت بكل اللي عندك؟ اديك هتموت ولا حسن هيرجع لها ولا هي هتقوم كده. مبسوط يا علي؟ لولا يا صاحبي هو انا بقيت ايه؟ هو انا بقى قلبي ميت فعلا؟ حساب عارف ان ورد بين الحياه والموت وما اتحركش وراح لها. ده انا زمان لما كنت بحس بدمعتها وبيننا باب مقفول كنت بجري عليها وهد ادخن باب عشان اخدها في حضني. هو في ايه؟ هو انا بقيت كده ازاي؟ ده انا ما بقتش زي زمان يا حسن. ما بقتش تخلص بكلمه وضحكه ولا حتى عركه. دي بقت عامله زي المركب اللي شايله فوق طاقتها ولازم ترمي حد عشان ما تطبش بيك، يا اما ترمي روحك. وانا بقى مين فيهم؟ انت لازم تبقى الاولاني يا حسن، لازم ترمي اقرب الناس ليك حتى لو كنت انا. وبالنسبه لورد انا ما قلتلكش انساها ولا اتفرط فيها، لا خليها في دماغك لحد ما ترسع.
ما بقاش ينفع خلاص. بعد ما علي ظهر وقال لي على اللي فيها خلاص بقى. هو ده اللي هيغرقنا يا حسن. عشان كده كنت بقول لك اتصرف لنا معايا، شوف لنا في حل. وانت شايف ايه الحل يا زكي؟ مفيش غير حل واحد. واللي هو؟ نخلص منه. قدروا يعني، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه صح؟ وانت خايف على نفسك يا زكي ولا خايف على ايه؟ انا خايف علينا احنا الاثنين يا حسن. يعني احنا الاثنين في نفس المركب، ولو في حد لازم يترمي يبقى هو. وبعدين؟ ولا قبلين؟ انت وراك حاجة ولا ايه؟ لا. ممكن اطلب منك طلب؟ عمر عايز مي، ولو سمحت عايز اخش الحمام، ما تخافش. انا اخاف منك ولا ايه؟ عامل ايه دلوقتي يا عبد المعطي؟ احسن؟ انا كنت فين وبقيت فين؟ شوي كده وابقى زي الرهوان. طب الحمد لله. امسك الكيس ده، فيه الفلوس اللي قلت لك ان اعمل لك مستقبلك بيهم. امسك. انا مش عايز حاجه يا حسن، كفايه اللي انت عملته معايا. انا مش ببشش عليك، دي فلوسك حقك. انت مش كان نفسك طول الوقت تسافر ايطاليا لاخوك وتعمل قرشين؟ هتيجي يا عم معاك قرشين، سافر له زي ما انت عايز، وتقدر كمان تروح البلد تتجوز احسن واحده من غير ما اهلها يعيروك. هو زكي فين؟ مش عارف، فكر يطلع دلوقتي. روح بص عليه. زكي يا عباطي، زكي عبد المعطي. ايوه يا حسن، فيه ايه؟ تعال بسرعه، اقعد جنبه شوف ماله. هشوف التاني، خليك جنبه. ماله ده يا زكي يا حسن ما تسيبنيش. يا جدع يا راح فين؟ مش شايف الدنيا حواليك؟ بتقفلها تروح فين؟ انتوا كنتوا هتقتلوني. واسمع يا حسن، صاحبك بخير، انا بنكته، هو مش ميت، ما قتلتوش والله العظيم. ما انا عارف انه متبنك وعارف انه عايش، ما لو مات انت هتموت بعديه على طول. بس انت ما بتعرفش تقتل. I'm just gonna have a
بتفكر ببراءة وهبل، بس جت فرصة بقى عشان اعلمك. مش فاهم. انا فاهم. زيك خلاص ما بقاش ينفع يجي معايا. مفيش قدامي غيرك. انت اللي هتيجي معايا. لا. لا يا حسن. انا مش زيك، انا مش هقتل. مش هقتل يا حسن. مش هقتل. ما انت لو ما قتلتش يبقى تتقتل. ما النهارده في حد لازم يموت. يا انت يا حد تاني، تختار مين؟ يا حسن. قوم! يلا. تخلص. اتحرك. يلا. هنروح فين يا حسن؟ شو انت ساكت؟ ممكن نقف شوية ونتكلم. شش. هتعمل ايه تاني يا حسن؟ موضوع الرجالة ما تشغلش دماغك بيه، عندي. المهم تكون عارف بس هتنفذ ازاي. عارف ولا ترمينا في النار وتجري؟ عارف. ذكرى. عشان كده بقول لك لازم التنفيذ يبقى في الاتنين مع بعض. بص يا ابو علي، الباشا بيروح عند ذكرى في ليالي معينه، وساعتها ما بياخدش معاه غير شخص واحد بس لحراسته. الشخص ده هو اكتر واحد بثق فيه على فكره، وهو الوحيد المصري. وباقي الحراسه؟ لا. باقي الحراسه بقى بيطلعوا على مكان تاني للتمويه مش اكتر. كده الحارس واقف على البوابه الاساسيه. ده معناه ان البوابه الخلفيه مش متامنه، صح؟ وانت فكرك ان دي حاجه ممكن تعدي على عمرو؟ مفيش بوابه خلفيه اساسا للفيلا. أمال أنا ليه بقول لك لازم يبقى معاك حد تاني غير السواق؟ لأنك هتضطر تتعامل مع الحارس اللي واقف قدام الفيلا. بكده يا أبو علي ما قدامكش غير ساعة واحدة. تدخل وتنفذ وتخرج. قبل بقى الحرس بتاع الباشا ما يجي على أول شارع الفيلا. ولو الباشا اتأخر عليهم عمرو هيبلغهم إنهم يخشوا يقتحموا. وبكده هتبقى عملية انتحارية بجد. برافو يا اكسلانس. بطل العربية، ودف الموتور. لسه عندك فرصة يا حسن. بلاش. وأنا مش قلت مش عايز أسمع صوت. أنت عارف أنت كان عندك حق. رجوعك مش هيرجع ورد. مش هيرجع. دي آخر مرة أسمعك بتجيب سيرة ورد تاني، أنت فاهمه ولا لأ؟ أنا مش هسيب ورد تروح كده. ورد هترجع بيك أو من غيرك، بس أنت اللي فكر. فكر إزاي هتعيش وأنت عارف إنها عايشة، وعارف إنك واحد. عشان أنا مش هكتب عليها، أنت اللي فاهم دلوقتي. خلاص مات الكلام. الله الله، شكلك حلو قوي يا ذكرى. مش خايفة كل اللي انت فيه ده يروح وترجعي للشارع تاني؟ لا ما تقلقيش، مش هرجعك للشارع تاني. عارفة ليه؟ لو خرجتي للشارع هتروحي لإيدين حد تاني، وأنا زي ما انت عارفة ما حبش حد ياخد مكاني ولا يلمس إن أنا مسكته بإيدي. تعالي حبيبتي، تعالي تعالي تعالي.
تخبط. اعمل اتفقنا عليه. يلا. انا اسف بس العربيه سخنه معايا. ممكن ليلة ليكي معايا. ليه يا باشا؟ هو انا عملت حاجة ولا حصل حاجة؟ شبعت منك، تقدري تقولي زهقت. واحدة غبية تافهة زيك يوصلها غبائها انها تلعب من ورا الباشا. وكانت فاكره نايم مش داري باللي بيحصل من وراه لاملاكه. املاكه اللي هي انتي والفيلا دي والمحل اللي عملك هانم. املاكي اللي وسخها الصايع اللي اسمه حسن اللي جبتهولي لغاية هنا. أنا باشا. أنتي ولا حاجة. أنتي هوا. أنتي لو كان عندك عقل كنت عرفتي حجم المصيبة اللي أنتي عاملاها. لكن أنا هعلمك درس مش هتنسيه لبقية عمرك. ده إذا كان له بقية. افرح لنفسك، انت راجل عجوز ولا حاجه بتتحامى في نفوذك واملاكك. انت فاكر انها خايفه منك؟ لا، انت المفروض تخاف مني. عارف ليه؟ من اللي عملته فيا وفي حياتي. استعبدتني وضيعتني. كل ده عشان ايه؟ اديتني فلوس؟ يا اخي طز في فلوسك. ضيعت حياتي، خليك ما بقتش عارفه انا رايحه فين ولا جايه منين. لو انت بقى بتقول ان انت زهقت، انا بقى قرفت من نفسك وريحتك اللي بقت بتخنقني. عايز تعمل ايه؟ عايز تقتلني؟ اقتلني يا باشا، اقتلني. خليني ارتاح منك ومن حياتي ومن اللي عملته فيا. اقتلني، اقتلني يا باشا. ذكرى بتاعت زمان اللي كان صوتها ما يستجراش يهمس، بتتحداني كلمه بكلمه. انا مش هقتلك. لكن عارفه هعمل فيك ايه؟ هقطع لسانك، هخليكي خرصه لبقيه عمرك، والناس كلها تحكي حكايتك انت وحسن. لما يجيني وادوس على رقبته بجزمتي. تدوس على مين بجزمتك؟ اديني جيت لك ورينا هتعمل ايه. الدرجه دي مش خايفه وجايبهولي لغايه هنا؟ انا محدش جابني. عزرين بيجي لوحده. حسن، انت اللي جابك هنا؟ انت اتجننت؟ اللي جابك هنا؟ ارجع عن اللي في دماغك وانا هرحمك. ترحمني؟ انت ازيك ما اعرفش الرحمه؟ لذلك لازم ترحموا عليه. عشان خاطري عزم، عشان خاطري عزم، عشان خاطري ابوس ايدك ما توديش نفسك في داهيه. انت ما تعرفوش، انت ما تعرفوش ده ممكن يأذيك. عشان خاطري كل حاجه هتتغير، كل حاجه هتتغير يا عزم. اسمع كلامها، الراجل اللي قدامك ده ممكن يغير لك حياتك من غير ما تحلم. سيب لنا الواجب ده يا عزم. انا اللي هغير حياتك. حلاوي. بس بدل ما ادخلك دنيا جديدة اخرجك دنيا. حسن، 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 حسن.
حسن انت ما تعرفش ده مين. حسن عشان خاطري كل حاجه ممكن تتغير يا حسن. اسمع كلامها، الراجل اللي قدامك ده ممكن يتغير يا حسن.